قديش مبلغ البنك مش أثاث؟ 1500. حلو. رقم القيد قديه؟ ثلاثة. تاريخ كم؟ 17/10/2016. تاريخ 17 على القيد اللي بعد. في بنك؟ في بنك. البنك بدين ولا دائن؟ دائن. دائن. إذا أنا شغلي على الطرف الدائن. قديش المبلغ تبع البنك؟ ألف. بعبي هون ألف. من حساب الصندوق؟ حساب الصندوق. حساب؟ من حساب الصندوق. الصندوق. يعني رقم القيد 4. التاريخ 10/10/2018. بس يعني احنا بنحط مبلغ البنك مش مبلغ الصندوق. مبلغ البنك، مبلغ اسم الحساب اللي هون اللي انا حاطته بحطه. اوكي. 4 وهي التاريخ 10/10/2018. هاي خلصت. تمام؟ لحق نصور اللي بعد حال. خمسة. ايش مس؟ بحكي هذا كله من لحق نسويه بالامتحان. هلا انا ما راح اجيب لكم اشي زي هيك، تمام؟ انا راح اجيب لكم اشي ابسط من هيك، لو وقت الامتحان فرج. هلا انا بدي تفهموا، افهموا بيكون موضوع سهل. يعني هون مثلا مرحل 6 حسابات، انا ممكن اجيب لكم حسابين بس. طيب اللي بعدها، من حساب السيارات الى حساب البنك، البنك مدين ولا دائن؟ دائن. اذا انا شغلي عند الدائن برضه. قديش المبلغ تبع البنك؟ 3000. من ايش؟ من حساب السيارات. تمام. قديش رقم القيد؟ 5. رقم القيد 5. 6. 5. 10. والتاريخ 12/10. 18. القيد اللي بعده فيه بنك؟ لا. لا. القيد اللي بعده فيه بنك؟ لا. لا. واللي بعده؟ لا. واللي بعده؟ لا. لا. قيد رقم 10 في يوبنك. دائن ولا مدين؟ دائن. 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 إذن أنا شغلي وين؟ في الدائن. دائن. قديش المبلغ؟ 2000. من حساب شو؟ من حساب الآلات الحاسبة. 10. قديش رقم القيد؟ 10. والتاريخ 25. 10. ثواني بس خليني أرتب لكم هاي عشان تقدروا تشوفوا. عشرة. 1700. والتاريخ كم؟ 25. مثل فاتح المايك وبيقول لو سمحت يعني سكر المايك وما يحكي. اوكي. اللي بعدها فيها بنك؟ لا. خلصنا. لا. خلصنا حساب البنك. تعالوا شوي شوي افرجيكم كيف بدنا نحل. تمسك آلة حاسبة او موبايلك تفتح الكالكوليتر. طرف المدين تكتب على جنب عندك على ورقة كلمة مدين وكلمة دائن، تمام؟ كتبتوا؟ تمام. اجمع المبالغ هون، شايفين هاي؟ هون كل اشي فيه بتجمعه. قديش هاي المجموع عندها؟ 15000. نكتب عند كلمة مدين 15000 على جنب على ورقتي اللي على جنب، تمام؟ نيجي هون. تمام. هاي نريد اجمع معاكم على الكالكوليتر. والله ما جمعت وهند اجمع معكم. ها. هاي نفتح كالكوليتر. 1200. طلعت المبلغ. بدنا نجمع عشان يشوفوا هم. 1200 زائد 1500 زائد 1000 زائد
3000 زائد 2000 قديش طلع المبلغ؟ 8700. طلع معك زي هيك مس؟ هاي 15000 وهاي 8700، مين الرقم الأكبر؟ 15000 الرقم الأكبر. بكتب هون مجموع، بكتب مجموع هون وبحط هيك وبوحد الرقم على الجهتين 15000. مس كيف 15000؟ ما فهمت. هاي مجموع المبالغ المدينة 15 صح؟ هدول مجموعهم 15 فيش غيرهم، وهدول مجموعهم 8700، مين الرقم الأعلى؟ يعني إحنا أخذنا الرقم الأعلى. نأخذ الرقم الأكبر، مين الرقم الأكبر؟ 15. بكتبه على الجهتين كلمة مجموع، بوحده على الجهتين عشان يفهم اللي بيقرأ من وراي إنه هيك الحل. 15000 كلهم. انت متخيل انه هذول بس هالقد حسابات؟ تخيل حسابات كبيرة، تخيل الارقام الهائلة اللي راح تكون. طيب هلا خلينا نكمل. 15000 وهناك 8700 صح؟ نطرحهم من بعض بطلع جواب 6300. 6300 هو الرقم اللي ضل في البنك. عرفتوا كيف؟ يعني انا البنك عندي أخذت منه دفعت له مصروف الإيجار واشتريت أثاث وأخذت منه لو حطيت في الصندوق وأخذت منه دفعت للسيارة وأخذت منه للآلات الحاسبة. لما أخذت كل هدول الأشياء من الصندوق ضل الصندوق 6300. عرفتوا مس؟ صباح الخير يا مس. طالب الغالي. صباح النور الغالي. مس هلأ دخلت؟ يا مس آسف هلأ دخلت لأني كنت بالمستشفى. سلامات يا مس. كذاب يا مس، ما كانش المستشفى، قاعد بالدار. لا مس صدقيني كنت بس المستشفى. احنا بدنا ناخذ انه هو كان بالمستشفى. هلا خلينا نرجع لدرسنا بليز. اول شيء مس بليز نجمع المبالغ المدينه، نجمع المبالغ الدائنه، ناخذ الرقم الاكبر وبنحطه مجموع على كلا الجهتين. خلصنا اول ستيب. ثاني ستيب شو هي؟ بنطرح 15 من مجموع المبالغ الدائنة اللي هو 8700 اللي كتبناه على جنب، بيطلع معنا 6300. 6300 يعتبر شو؟ رصيد مدور مرحل. سوري مرحل. فبنكتب هون 6300، نكتب عند القيمة الأصغر 6300، نكتب هون جنبها رصيد مرحل ومننقله هون. الحركة هاي للنقل على أساس ليش؟ هلأ طلعوا كيف الحساب مبين كلياته فوق بعضه. اللي بده يشوف ما رح ينتبه إنه هون مكتوب رصيد مرحل، رح يفكرها من ضمن الحسابات. فعشان يقدر يفهم راحوا كتبوا لنا إياه هون إشي اسمه رصيد مدور، يعني هو هذا الرصيد اللي لازم أنت تأخده عندك ترجع تستخدمه مرة. رصيد مدور، رصيد دور بقيمة قديش؟ نفس القيمة 3300. عادي تعيدي كيف طلعتي 6300؟ هلا بجرب عيد بشكل عام. هيك خلصنا، هيك الترصيد ورحلنا. أول إشي برجع بعيد، هاي مبالغ مدينة، هاي مبالغ دائنة، بجمعهم وبكتب على ورقة على جنب قديش المبالغ المدينة وقديش المبالغ الدائنة، بشوف مين الأعلى الرقم الأكبر بحطه على الجهتين، بكتب جنبه مجموع، مجموع هون ومجموع هون اللي هو الرقم الأكبر. تمام؟ بعدين بطرح المجموع المبالغ المدينة من المبالغ الدائن، يعني 15000 ناقص 8700 كأنه الرقم كان، بطلع عندي قديش؟ 6300. وين بكتبه؟ عند ال قيمة الصغرى، يعني عند 8700 عند مجموع المبالغ الدائنة مش المدينة، بكتب جنبها رصيد مرحل. وعشان الشخص اللي قبالي يفهم بروح بنقول له إياها رصيد مدور عند وين؟ عند الطرف الثاني من المعادلة. وضحت؟ سهلة؟ مش فاهم مين اللي دخل بحكي مش فاهم؟ بدك تحلي مثال ثاني؟
راح أحل مثال تاني. ماشي شكرا. أهلا مس. اللي حكى مش شا. فاهم مين هو رامز. رامز حبيبي أنت دخلت قبل شوي، بتبعت لي على الانبوكس إن شاء الله بفهمك، أو بس نخلص الحصة لأنها مسجلة بترجع تسمعها، وإذا عندك أي ملاحظات أنا جاهزة. شو الانبوكس؟ يعني مسجات. على الخاص. الخاص. أوكي. إحنا هاي خلصنا من حساب البنك، بدنا نروح لمين؟ للصندوق. هاي يعني هاي مثال تاني يا رينا، أوكي؟ تمام. يلا. كان في صوت ولا ايش؟ لا بس يلا هني عم برتب لكم بالشكل البوكس عشان اقدر اعبي لكم اياه. يلا اول قيد في صندوق؟ لا لا. القيد الثاني؟ لا. القيد الثالث؟ لا. القيد الرابع؟ لا. نعم في صندوق. في الصندوق مدين ولا دائن؟ رينا جاوبي.